أنا كنت ضمن لجنة الاختبار بكلية الفنون ممثلة للدراسات العليا، كنت بالماجستير. بلي. فقاعد بالاختبار، كنا نختبر بالمكتبة، شفت كان زجاج شفاف وملون، من وحدة من الزجاج الشفاف شفت حسين الله يرحمه. فتفاجأت، قلت حسين زيدان شو عنده جاي لبغداد؟ طلعت لقيت بنية ورياض أحمد وسلمت عليهم، شلونك شلون الصحة؟ قال أختي خالدة اللي هي أم حيدر بلي. وسلمت بوسة الله يرحمه أبو أحمد الفنان الكبير رياض أحمد. رياض أحمد قلت له خير؟ قال والله مقدمة على المسرح. كان قبل تدرس سنتين مسرح يلا تنتقل على السمعية والمرئية، يعني اختصاص هي إخراج تلفزيوني تخصص. فقلت لهم إن شاء الله. طبت محضرة مشهد، قالت يعني محضرة قصيدة، كان ما يدققون على البنات كثير، هاي عام 1980 بلي. وبقيت عدنا عادة، هو يعني قال لي دير بالك عليها بشاربك، وإحنا هاي بشاربك يعني رهن خلاص بعد الموضوع. قلت له على راسي يعني. بعدين بقينا احنا علاقتنا بسيطة يعني كأخوة يعني لفترة، وعلق القلب فيها. وتزوجتوا؟ لا والله، بقينا للماجستير، كملنا رحت عسكري فاخطبتها من رحت عسكري، خفت عليه لا يعني لا تتزوج منك. وأفقد جوهرة من جوهرات الحياة يعني. إجا أول مولود حيدر. حيدري. شنو غير حيدر بوجوده بحياة محمود؟ المرعب بحياة الفنان بشكل عام هو أنه وقته مو إلى وقته للعمل. فعمليا أنا أسلفت لك على موضوع الوالدة، أنه كان الأب يعتمد اعتماد كلي على الأم في تنشئة الأولاد. بلي. فأني عارف معدن أم حيدر، يعني هو أرعبني بوجوده أول ما أجى للدنيا، أنه شلون الوضع المادي ما مستقر، شلون راح نقدر نعيش وشلون نعيش الولد. بس هذا يقول لك كل من يجي رزقه وياه. صح. وفعلا نجى وجا رزقه وياه. فرح ما كنت أتخيله. بيوم ولادته كنا قاعدين بمسرح الرشيد، أكو عرض مسرحي زين، فخابروا على تليفون الدائران، كنت عضو الفرقة القومية للتمثيل مثل ما قلت، وكان الجو بارد، بكتها كنت لابس بس قميص. كان جنبي المرحوم سعد مجيد الله يرحمه الله. فنزع القمصة لمالته وقال لي أخذها وروح، لأن قلت له أنا هسه لازم أروح البصرة. قال خير؟ قلت له جاني ولد. أي على الخير، وهذه لبسني القمصلة ورحت بيها. هو جسمه أضخم من عندي، وهل كانت مخبخة بعد. فرحت شفت فت كائن صغير هيجي ومحطوط يقال له حيدر محمود أبو العباس. وكان زين، ليش بقى بس حيدر؟ أمر رب العالمين هو أكيد. بعد 7 أولاد ماتوا، وأنا هذه ذاكرها القضية، يعني إجهاضات متعددة. إجهاضات متعددة، وهذه طبعاً الاعتراض على حكم الله. بعد كم سنة إجا حيدر من زواج؟ بعد سنة سنتين. إحنا زوجنا بال84، نهاية ال84، إجوا بال86. حجينا على ولادة حيدر، نحكي على ولادة آدم. شنو بالنسبة لك؟ الدومي هذا لب احنا نسميه آدم، ولد الولد. اي لا، لب هذا مو اكو بعد اكثر اللب، هو لب. وفعلا اني يلا افتهمت فكرة ما عزمنا الولد الا ولد الولد. صح. بس طبعا هذا مستحيل، هذا لان حيدر ما حد يضاهي بالمحبة. لكن آدم هيك فد شيء ساني من اشوفه
احس حيدر طفولته، احس كل الاشياء اللي فقدتها بشيء جميل قدام عيني، يعني هو وآسر كلش احبهم، اصدقائي موت عليهم.